السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعض الاعراض مثل الام مفاصل وبعض الروماتيزمات، ولماذا؟ لان الجسم يستفيد اثناء شهر رمضان من الصيام، وكثير من الاشخاص خصوصا النساء يحسون يعني بتخفيف الالم، ويحسون حتى بذهاب الالم بعد خروج شهر رمضان. لكن المشكل هو ان لما ينقضي شهر رمضان فيعود الناس الى اكلهم والى هذا، ويكونوا لم يستفيدوا، فقد استفادوا في شهر رمضان، ولكن يجب ان يحفظوا نظامهم الغذائي وان يعلموا ان هذه الاشياء تاتي من الاكل. لماذا؟ لان رمضان يشفي نعم المرض، ولكن يعلمنا ماذا، كيف نشفي هذا المرض، يعني ماذا نأكل. فإذا استفدنا من الصيام أو من الجوع لكي نحد من هذا المرض نعم، ولكن في نفس الوقت يجب أن نخرج من شهر رمضان بتربية غذائية أو بتكوين غذائي، ويجب على الأشخاص أن يضبطوا نظامهم الغذائي أثناء شهر رمضان، يعني وأن يبقوا على الصيام خارج أثناء شهر رمضان، يعني مرة أو مرتين في الأسبوع، كي يتمكنوا من ضبط هذه الأمراض، خصوصا يعني ارتفاع الضغط والسكري، يعني وكل الأمراض من الجهاز الهضمي كذلك، وأمراض القلب والشرايين، كل هذه الأمراض يجب على أصحابها أن يلتزموا بالصيام طوال السنة مرة أو مرتين في الأسبوع على الأقل. آلام المفاصل تسببه بعض المكونات مثل الروماتويدات، وتسببه كذلك مكونات البروستاغلاندين. نحن نعلم أن البروستاغلاندين 1-3 هي البروستاغلاندينات المسببة بالألم، إذا تجمعت في المفاصل فهي توخز وتحدث آلام، خصوصا عند النساء ربما تتسبب حتى في انتفاخات. لكن بينهما البروستاغلاندين 2 هو البروستاغلاندين الذي يخفف من الألم، هو الذي يسكن هذا الألم. والبروستاغلاندين 1-3 يعني تتسبب في إنتاجها في الجسم الأوميغا 6، يعني حمض الأوميغا 6 الموجود في الزيوت والموجود في الشحوم الحيوانية الخصوص. والبروستاغلاندين 2 يتسبب في إفرازه في الجسم زيت الزيتون أو الأوميغا 3. فبمعنى أن كل ما كان يعني الشخص يعني كلما أحس الشخص بهذه الألام أو كان مصاب بهذه الألام، فكلما استهلك حمض الأوميغا 6 فيكون يزيد هذا الألم ويبقى هذا الألم ولو بالأدوية. فإذا توقف عن استهلاك المواد الغنية بالأوميغا 6 وتناول المواد الغنية بالأوميغا 3 أوميغا 3، فطبعا هذا علاج صائب، وربما يصل إلى 60% أو 70%. طبعا سيكمله بالأشياء التي تكلمنا عنها، وهي الجوع، وهي تخفيف الدم، وهي نظام نباتي. لماذا؟ يعني ما علاقة رمضان بآلام المفاصل والروماتيزمات؟ هي علاقة وطيدة طبعا، فكل هذه الأشياء هي تراكمات في الجسم، وهي خلل في الجسم، وهذا الخلل تحدثه بعض المكونات من كثرة الأكل وعدم تجانس الأكل، والأكل في كل وقت زيادة في بعض المكونات، ومنها كما قلنا هذه المشكلة أوميغا 6 أو الأوميغا 6، هو موجود كما قلنا في الزيوت الصناعية، وموجود في الدسم أو شحوم الحيوانات، وموجود كذلك حتى في المارغرينات. فهذا الحمض هو الذي يهيج البروستاغلاندين 1-3 وتحدث آلام على مستوى المفاصل. فإذا حذفنا الأوميغا 6 من النظام الغذائي، بمعنى إذا توقف الناس عن تناول الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية والمارغرينات أو والمكونات التي تحتوي عليها من مواد اللحوم والمواد المصنوعة كذلك من الحليب، يعني من الزبدة مثل الأجبان يعني الدسمة وما إلى ذلك، فإذا يعني توقفنا عن تناول هذه المصادر للأوميغا 6 نكون يعني قمنا ب 50% من العلاج، يعني لا تتكون البروستاغلاندينات 1-3. ثم إذا سحبنا هذه الأشياء وعوضناها بزيت الزيتون وكل المواد التي تحتوي على الأوميغا 3 مثل حبوب الكتان أو زيت الكتان، مثل كذلك زيت السمك أو السمك نفسه، مثل وكذلك الزنجلان أو السمسم الذي نسميه السمسم، فنكون أعطينا لجسم حمض الأوميغا 3، وحمض الأوميغا 3 هو الذي يخفف من كل الآلام وليس من الروماتيزمات أو آلام مفاصل فقط. كثير من النساء يعني يشتكين من آلام المفاصل، والنساء أكثر من الرجال، ومن النساء من لا يقدرن على
قضاء أي عمل أو أي شغل في المنزل، لأن أيديهن تصبح يعني بشكل غريب ولا يقدرن على أي شيء. وهذه الأشياء كما قلنا هي تترتب من ليس من الروماتيزمات ومن بعض المكونات التي تتراكم، وإنما كذلك هناك ماء فيكون سائل في هذه المفاصل، وهذا السائل هو الذي تتجمع فيه هذه المكونات، وهو الذي يعطي آلام، ويعطي آلام على شكل وخز أو على شكل حريق، أو يعني فتحس بها المرأة، وهذه الآلام يعني فالطبيب يصف بعض المسكنات من الكورتيكويدات أو مضاد مسكنات للآلام أنتي إنفلاماتوري. فهذه الأشياء طبعا ستسكن الألم، لأن الذي يحس بالألم يجب أن يسكنه بأي شيء، لكن ممكن أن يتناول هذه الأشياء التي وصفها الطبيب، ولكن يجب أن يعمل معها أشياء أخرى طبعا لكي يعرف كيف يعالج نفسه بنفسه، فلا يمكن أن يبقى على الكورتيكويدات أو هذه المضادات، العقاقير المضادة أو المسكنة للآلام. فتكلمنا عن الأوميغا 3 والأوميغا 6، ثم النقطة الثانية من الأشياء التي تسبب آلام المفاصل خصوص النساء. يعني البحث الأخير أو توصلت العلوم أخيرا إلى بعض أنواع الخضر التي صنفت في الباذنجانيات، ما نسمي باللغة العربية بالباذنجانيات أو بالفرنسية لسولاناسي وبالأنجليزية نايت شيدز. هذه الخضر هي أربعة، منها الباذنجان والفلفل الحلو، حتى الفلفل المر، يعني الباذنجان والفلفل والبطاطس، خصوصا البطاطس الأبيض والطماطم، هذه كلها في نفس الفصيلة، هي فصيلة الباذنجانيات، وهي كلها تحتوي على مكون السولانين، ومكون السولانين هو سام يحدث تسمم على مستوى القولون وحتى على مستوى الجسم، وإذا كان تركيز كبير فهو يفقد العقل أو ربما يقتل. يعني مادة السولانين هي التي تؤثر على الجهاز العصبي، وهي التي تجعل الشخص يصاب بالحمق. فهذا المكون السولانين ومكونات أخرى يعني الألكالويدات خطيرة جدا وسامة. فبالنسبة للنساء التي تشتكين من آلام المفاصل، يجب أن تتوقف عن استهلاك هذه الخضر لترى، لأن ليس كل الناس لديهم حساسية لهذه الخضر، ولكن هناك من لديه حساسية، لكي تتأكد المرأة بأن لديها حساسية وأن مادة السولانين هي التي تحدث لها هذه الأشياء، فيجب أن تتوقف عن هذه الخضر لمدة 60 يوم، يعني شهرين، ثم لتنظر هل هذه الآلام لا زالت أم يعني ذهبت. فإذا كانت الآلام زالت فجيد، إلا إذا لم تزل هذه الآلام فهناك أشياء أخرى. الباذنجانيات كما قلنا هي الفلفل والطماطم والبطاطس والباذنجان، هي تنتمي لنفس الفصيلة، وهو البحث الأخير الذي توصل إليه الباحثون يعني في الدول الغربية خصوص أمريكا الشمالية. وهذه الباذنجانيات هناك تجارب يعني أجريت على أكثر من 3000 امرأة، وتبين أخيرا على أن أكثر من 95% من هؤلاء النساء يعني تمكنا من الشفاء بترك هذه الخضر. ولذلك كتأطير عام وكنصائح للذين يشتكون من هذه الأشياء، فنحن ننصح بما توصل إليه البحث العلمي، ولكن في إطار إسلامي محض، بمعنى إذا توقفت النساء عن تناول هذه الخضر أثناء شهر رمضان، وليصمن بمواد نباتية أخرى، ثم زيت الزيتون، ويسحبوا زيت المائدة والشحوم الحيوانية، ثم طيلة أسبوع أو أسبوعين فلتنظر المرأة هل هذه الآلام خفت أم لا زالت، ثم ستعرف آنذاك كيف تعالج نفسها بنفسها. الصيام يأخذ أكثر من 50% من علاج آلام المفاصل، إذا أضفنا إليه مواد نباتية غنية ببعض المكونات مثل حمض الأوميغا 3، وحتى بعض الألياف، حتى بعض المكونات مثل الفلافونويدات والبوليفينولات يعني المواد المضادة للأكسدة، وحتى الفيتامينات المضادة للأكسدة مثل الفيتامين A والفيتامين E والفيتامين C. هذه الفيتامينات كلها مضادة للأكسدة، وهي تخفف من كل آلام الجسم، وليس من آلام المفاصل فقط، يعني كل آلام الجسم. بعض الفواكه تخفف كذلك من آلام الجسم، ومنها فاكهة الكرز، لكن فاكهة الكرز موسمية ولا
تكون في شهر 8، فاكهة الكرز كذلك تزيل الألم. ولماذا؟ لأنها تحتوي على الأنتوسيانات، ومادة الأنتوسيان هي مادة مضادة للأكسدة، هي فلافونويد مضاد للأكسدة. وكل النباتات التي تحتوي على الفلافونويدات هي مواد تسكن الألم. كي نلخص وكي نجعل الناس يفهموا بطريقة بسيطة ويستفيدوا من هذه النصائح، فكخلاصة عامة بالنسبة لآلام المفاصل والروماتيزمات أو الروماتويدات، فيجب التوقف عن تناول المواد الشحوم الحيوانية، يعني لحوم بأجملها وبيض وألبان التي تحتوي على شحوم حيوانية، التوقف عن الزيوت الصناعية، ثم تعويض المواد الحيوانية بالسمك، وتعويض الزيوت بزيت الزيتون، ثم تناول المواد التي تحتوي على المضادات للأكسدة من فلافونويدات وبوليفينولات، بمعنى كل الخضر والفواكه الملونة التي لها لون أصفر أو أحمر أو أسود، مثل البرقوق الأسود، مثل الكرز، مثل المشمش، يعني الليمون كذلك، يعني كل الخضر أو الفواكه الملونة هي فيها مضادات للأكسدة وفيها فلافونويدات وفيها بوليفينولات، يعني تصلح لهذه الآلام. فطبعا يكون هذا النظام هو نظام طبعا صائب، ونظام يحد من آلام المفاصل، لأنه سيضاف إلى الصيام، والصيام يخفف من الجسم ويؤثر على التوازن المائي داخل الجسم بالأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، ويكون هذا الماء الذي يتجمع في المفاصل آلام يعني زال بالصيام، ثم بهذه المواد ستزول كذلك الآلام ويشفى الناس بالصيام مع نظام غذائي مضبوط. الصيام مع نظام غذائي مضبوط، ولكن لا يحس الناس في الأسبوع الأول والثاني، ولكن في آخر شهر رمضان. ونوصي الناس إذا أحسوا بتخفيف الألم أو إذا أحسوا بشفاء ولو نسبي، ولو ب30 أو 40، أن يبقوا على هذا النظام الغذائي حتى ولو أفطروا، يعني خارج رمضان، يعني ولو يحل شهر الشهور، يعني يخرج الشخص من رمضان يصبح فطور، ف يبقى على هذا النظام الغذائي الذي حدد له علاجه أثناء شهر رمضان، ويصوم فترات في السنة، ثم يحفظ نظامه الغذائي ويحفظ الأشياء التي تضره والأشياء التي تريح جسمه. هذه كخلاصة عامة وكتأطير عام، يعني لكي يستفيد الناس خصوصا المصابين بهذه الأمراض وكل الأمراض. يعني هذا النظام يصلح لكل الأمراض طبعا، لأنه نظام ديتوكسيفيكيشن أو نظام غسل الجسم أو تنقية الجسم، فهو يصلح لكل شيء.